جماعه دي عربيتي مرسيدس سي ال 200 من شركه مرسيدس موديل 2020. موديل 2020 ماشي بيها انا ومراتي وبنتي. انا راكب العربيه ومراتي وبنتي جنبي. فجاه العربيه طلعت دخان ولعت بينا واحنا في الطريق. عربيه موديل 2020 مرسيدس سي ال 200 عربيه 8 مليون جنيه بتولع مننا واحنا ماشيين في الطريق واحنا جواها. لو كان تتخيلوا. بصوا يا جماعه اتفرجوا، عربيه مرسيدس يعني مش ماركه، مش عربيه صيني، عربيه مرسيدس سي ال 200. اتفرجوا شركه مرسيدس يا جماعه، عربيه مرسيدس سي ال 200 بتولع في الطريق. انا ومراتي وبنتي، انا زينب قاعده جنبي وبنتي قاعده جنبي، العربيه تولع بينا واحنا ماشيين في الطريق. اتفرجوا يا جماعه، كوم تراب اهي، بقت كوم تراب. عربيه باكتر من مليون جنيه، كوم تراب من شركه مرسيدس. حول الله، حسبي الله ونعم الوكيل. لا حول الله بجد، حسبي الله ونعم الوكيل. اتفرجوا يا جماعه، عربيه سي ال 200 بمليون جنيه من شركه مرسيدس يحصل فيها كده، هو صاحبها راكب فيها ومراته وبنته. يعني تخيلوا كانت تولع واحنا لسه جواها. الحمد لله لحقنا نفسنا ونزلنا منها قبل ما تولع كده وقبل ما تنفجر بينا. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. فوضت امر ربنا، حسبي الله ونعم الوكيل كمان مره، حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل والله. اتفرجوا يا جماعه، اتفرجوا، عربيه باكتر من مليون جنيه من شركه مرسيدس سي ال 200 راكب فيها انا ومراتي وبنتي بتولع بينا واحنا عدائري في الطريق. يعني طلعت دخان في الاول، ركنت على جنب، نزلت انا ومراتي بعدنا عنها، العربيه ولعت. اتفرجوا بقى، تخيلوا. يعني الحمد لله احنا ربنا نجدنا، اقسم بالله ربنا كتب لنا عمر جديد. قالوا كانت تولع بينا وانا ومراتي وبنتي جواها. اتفرجوا يا جماعه، اتفرجوا. شركة مرسيدس يا جماعة، شركة مرسيدس. عربية مرسيدس تولع في الطريق، اتفرجوا. حسبي الله ونعم الوكيل. اتفرجوا يا جماعة. فوضت أمر ربنا. حسبي الله ونعم الوكيل. لما عربية لسه جديدة ما مشيتش 10,000 كيلو، لسه جايبها من شركة مرسيدس. باكتر مليون جنيه يحصل فيها كده وانا ماشي بيها في الطريق تولع بينا. يا عم ده تعالى بقى يا عم، التانك لسه بعيد اهو، بعيد. اتفرجوا يا جماعه، كفايه العربيه، ارجع بقى ورا عشان ما يحصلكش حاجه، عشان ترجع لهم حتى البيت كده. ايه رايكم؟ لا حول الله يا رب، حسبي الله ونعم الوكيل. خاف على نفسك، ارجع بس ورا كده. حاول ارجع. المفروض الواحد ولا جايب عربية من تحت بير السلم، ولا عربية مستعملة، عربية جديدة ما مشيتش 10,000 كيلو من شركة مرسيدس، عربية جديدة لانج جديدة واخدها من المعرض جديده، ما مشيتش 10,000 كيلو على بعض، لسه عامل لها اول صيانه من كام يوم، يعني لسه من قريب عامل